بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. حلقه جديده يا رب تعجبكم. عطل مهم جدا بيقابل معظم مالكي السيارات. السياره بتبقى ضعيفه في السحب، في مشكله في الكهرباء بتاعت السياره، اجي اشغل المكيف يحصل هبوط للجهد، اجي اشغل الانوار الاماميه البوري السرينه يحصل هبوط مفاجئ في جهد السياره ويحصل امبالانس وعدم اتزان في اداء المحرك. نظفنا الثروتل، عملنا الصيانه اللازمه، البوجيهات، نظفنا البخاخات، عملنا كل شيء في السياره، ولكن للاسف المشكله لازالت قائمه. هنروح مع بعض نشوف ازاي نحل المشكله بالتفصيل، وننتقل للجانب العملي بعد الفاصل. لو مش مشترك في القناه يا ريت تشترك وتفعل زر الجرس، هيوصلك كل جديد وحديث، وهتلاقي على القناه كل شيء موجود فيما يخص اصلاح وصيانه السيارات وغيرها. ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك تدعمنا بيه وتشير الفيديو، يمكن يكون في حد محتاج للمعلومه دي. وهتلاقي اعلى القناه رابط المدونه، الايميل، رابط القناه التانيه اللي بتحتوي على كتير من المحاضرات العلميه والعمليه في شتى المجالات. في البدايه هنبدا نبص على البطاريه اللي هي مصدر الطاقه الاساسي للسياره. هنلاقي هنا علامه شحن البطاريه، اللون اخضر دليل ان البطاريه مشحونه كويس. هنبدا نقيس الفولت ونبدا نشغل ونشوف ايه سلوك البطاريه مع تشغيل المكيف واللمبات. كده الجهد عندي 12.8، شغل الجهد مستقر والشحن تمام 14.1، شغل اللمبات الأمامية الجهد بيبدأ يقل ويرتفع تاني، شغل المكيف. هنلاحظ مع تشغيل المكيف هبط الجهد وارتفع مرة أخرى، وهنا أول ما اشتغل الكمبروسر هنلاحظ إن الفولت بينزل. علي المكيف وعلي المروحة، هنلاحظ هنا حصل سقوط في الجهد والمحرك صوته في خلل أو في مشكلة في المحرك. هنلاحظ المحرك فيه اهتزازات عالية، المحرك غير مستقر. طفيت؟ هنلاحظ إن المحرك للأسف توقف عن العمل. افصل السويتش. قبل أي شيء هنبدأ بفحص البطارية عن طريق جهاز الفحص اللي كنا عملنا عنه حلقة قبل كده، وهنبدأ نوصل الطرف الموجب بالطرف الموجب والطرف السالب بالطرف السالب ونشوف ايه اللي هيظهر لنا. هنا هنلاحظ رسالة مهمة جدا، هنا بيقول لي ان الريد كلامب البوزيتيف مش متوصل كويس. هنوصل الريد تيرمينال ونرجع نشوف الارضي، ده طبعا دليل ان في مشكلة ممكن تكون موجودة في الطرف الارضي، بس مش هنستعجل. الاول هنبدأ نشيك على البطارية ونشوفها، هنبدأ نوصل الاطراف كويس. هنا برضو بيقول لي الريد تيرمينال فيه مشكلة، دي اول رسالة جات لنا من الجهاز ان ممكن يكون في ضعف في الوصلات او في التيرمينال بتاع البطارية. هنبدأ بالجهاز ونعمل تيست على البطارية ال 12 فولت. هنا طبعا بيجيب لي الجهد، مش محتاج بطارية داخلية، فهنبدأ نعمل تيست. هنا بيقول لي تختبر الكاباسيتي، السعة بتاعت البطارية، هقول له اوكي. هنا بيعمل تيستنج وقال لي ان البطارية الجهد الخاص بيها 12.93، هنا فعلا تقريبا 12.91، وقال لي ان المقاومة الداخلية الخاصة بالبطارية هي 6.73، وهنا قال لي الكاباسيتي او السعة او الهيلث بتاعة البطارية 69%. 69% معناها ان البطارية سليمة. بعد ما شفنا سعة البطارية، الهيلث، المقاومة الداخلية، هنبدأ ندور على اسباب اخرى لان البطارية كده ظهر ان صحتها 69%، يعني البطارية شغالة مفيش فيها اي مشكلة. هنبدأ باهم شيء، اختبار اطراف الارضي والتيرمينال الخاصة بالسيارة. هنا هنلاحظ في الهونداي اكسنت 2012 ما عنديش غير الطرف ده بس اللي هو ايرث او التيرمينال الخاص بالارضي، بيتوصل بصامولة في الشاسيه، يعني معنى كده احتمال كبير جدا يكون في مشكلة في الارضي او في الارث الخاص بالسيارة نظرا لوجود
بس تيرمينال واحد هو اللي بيوصل السلك الارضي او الطرف السالب لجميع اجزاء السيارة والمحرك. كده هنبدأ نفكر في حيلة اخرى، لان واضح ان في مشكلة في توزيعات الارضي وفي خلل وضعف عام في الطرف السالب. وهنجيب وصلة سلك نحاس شعر مش مصمت، وهنبدأ في عمل التيرمينال. وطبعا هيختلف القطر، في 10 ملي 12 ملي 15 ملي، كل ما زاد القطر كل ما كان افضل، ولكن عشان الصدمات الميكانيكية لازم يكون القطر مناسب. وهنبدأ نكبس التيرمينال بطول مناسب، نبدأ نضغط عليه شوية كده، وبعد كده ناخده على المنجلة ونبدأ في كبس التيرمينال عشان يبقى التوصيل جيد. نكبس التيرمينال من جميع الأطراف، وبعد كده الشيترتون الحراري أو العازل الحراري، ونبدأ نقفل ونجرب ونقوم بصنفرة الأطراف القديمة ونشوف المقاسات والتوصيلات هتبقى مظبوطة معانا ولا لا. هسيب طرف السالب ده هربطه الآخر، وابدا اشوف اقرب مكان وافضل مكان للمحرك، لان انا يهمني المحرك، لان المحرك للاسف بيطفى اول ما بشغل التكييف وازود الاحمال على السياره. هنبدا نفك غطا فلتر الهواء والدكتات عشان نقدر نوصل لمكان مناسب. هنا هنلاقي مسمار جيد جدا ورابط الجير مع المحرك. هنبدا نفك المسمار عشان نقدر نثبت التيرمينال في المكان المناسب بحيث يوصل الايرث او الطرف الارضي للمحرك وللجير بوكس ولكل الاجزاء الخاصه بيه. كده خرج معانا المسمار، وهنشوف افضل تيرمينال له اهو. فهقص الكابل بالطول المناسب اللي انا محتاجه، وابدا بتوصيل طرف التيرمينال واكبسه كويس على المنجله، واهم شيء اراعي ان يكون المكان مناسب للكابل عشان الاهتزازات الميكانيكيه للمحرك في الوصله اللي من المحرك لطرف تيرمينال سلك الارض. وهنبدا نوصل الاطراف كلها مع المسمار. وحد اربط على المسمار كويس بعد ما صنفرت التيرمينال وحطيت ورده زياده عشان اضمن التوصيل الجيد لطرف السالب. وحد بعد كده ركب الفلتر وركب الدكتات، واكون حذر عشان الافزان او ربط الدكتات ربط غير جيد بيدخل هواء، بيعمل لي مشاكل كبيره جدا في خلط الهواء والوقود، وبيعمل لي اكواد كتيره وضعف عام في السياره. لابد اتاكد ان انا ربطت الافزان كويس وقفلت الاهواز، وكل الدكتات ومواسير الهواء ومجاريه تكون مظبوطه وفي مكانها، وراجع كويس طبعا، ولازم اامن على كل شيء. المكان اللي كنت شغال فيه ابص على الافياش والوصلات، ممكن فيش يفصل او يحصل فيه اي مشكلة. هربط التربيط جيد، منساش اي افيز او اي وصلة. هنيجي ناخد نظرة بسيطة كده على باقي التقريض بتاع السيارة. هنلاقي هنا سلك الارضي اللي موصل للمحرك اللي هو خاص بالتصميم بتاع السيارة، واصل زي ما حضراتكم شايفين كده، نقطة تعتبر نقطة صغيرة في المحرك متصلة بالجسم او بالبودي، يعني لو حصل اي خلل في التوصيل او مشكلة هنا، طبعا المشكلة دي بتنتقل الى المحرك بالكامل والى الكمبيوتر والاحمال اللي موجودة على محرك السيارة. هنبدأ ندور السيارة. شغل النور. العالي والواطي شغل كل الانوار. شغل المكيف كل الانوار والانتظار وكله. هنلاحظ ان صوت المحرك مستقر. اعلي المكيف وشغل مروحة على الاخر. وبكده الحمد لله لاحظنا استقرار في صوت المحرك، مشغلين اللمبات العالية بتاعت السيارة، مشغلين لمبات الانتظار، مشغلين المكيف على اقصى شيء، مشغلين المراوح، لمبات الصالون، كل الاحمال الخاصة بالسيارة شغالة. اذا عطل بسيط جدا
عدم الاتصال الجيد بالأرضي أو خلل في التصميم الخاص بالسيارة عمل لنا مشكلة كبيرة جدا، عدم استقرار للمحرك، ما أقدرش أشغل المكيف، ما أقدرش أشغل اللمبات العالية، مشاكل كتيرة جدا. حتى احنا لاحظنا في البداية ان كانت السيارة بتتوقف تماما عن العمل. ويا رب حضراتكم تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا لكم.